بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. في الخامس من شهر شعبان المعظم سنة 38 للهجرة، ولد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في المدينة المنورة. وقد تميز كباقي أئمة أهل البيت عليهم السلام بالعبادة والعلم والحلم والجود والكرم والبذل والعطاء، واستطاع أن يقوم بدوره الرسالي، فعمل على إذكاء الوعي في داخل الأمة وتعزيز حضورها في الدفاع عن الإسلام ومواجهة الفساد والانحراف، والذي تجلى في كلماته ومواقفه. وفي الدعاء الذي حوله من أن يكون فقط وسيلة لطلب الحاجات إلى أن يؤدي دوره في تصحيح العقائد والمفاهيم وفي تبيان المسؤوليات التي تقع على عاتق الإنسان المؤمن وكيفية تعامله معها، والتي تتصل بعلاقته بربه أو بنفسه أو بالناس الذين يعيشون من حوله على صعيد الحكم والحاكم، والتي جاءت في رسالته رسالة الحقوق. إن الحقوق والواجبات حقيقتان اجتماعيتان لهما جذورهما الراسخة في حياة كل إنسان منذ العهود الغابرة وحتى هذا اليوم. وإن البحث في موقف الدين الإسلامي العظيم من حقوق الإنسان ومدى اهتمامه بها لا يمكن تحديده في فترة معينة من التاريخ، ولا استخلاصه من نصوص مجتزأة عن سياقها. ورسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام ما هي إلا دليل واضح على أن الإسلام ليس دينا أو معتقدا فقط، وإنما هو دين ودولة ونظام اجتماعي لا بد أن يسود بمفاهيمه وأفكاره المتميزة. تتألف رسالة الحقوق من 50 حقا ذكرها الإمام زين العابدين عليه السلام ملخصة في مقدمة الرسالة بتعدادها، مبينا الصلة فيما بين الحقوق، ثم فصل كل حق من الحقوق 50 بفقرة مستقلة، موضحا فيها أبرز معالم الحق المقصود. فنتج عن ذلك دستور في تنظيم العلاقات الاجتماعية على هدي الإسلام، يحفظ حقوق الفرد ويرشده إلى كيفية حفظ حقوق الآخرين، بما يحقق له إنسانيته وسعادته في الدنيا وثوابه في الآخرة. رسم الإمام زين العابدين عليه السلام في ملخص مقدمة رسالة الحقوق صورة متماسكة ومتقنة للحقوق 50، رابطا بينها بصلة تبين علاقة أولها بآخرها وما بينهما، ما يؤدي إلى رؤيتها في مشهد إنساني واحد كما هو حال الجسد الواحد، وفي أدوارها المختلفة التي يحركها شخص واحد. ابتدأ الإمام عليه السلام الملخص بقوله: اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت بها. فالحقوق شاملة لشؤون الإنسان، وهي تحمله المسؤولية في جوانب حياته المختلفة بحدودها التي يظهرها الأمر الإلهي. وذكر الإمام عليه السلام حق الله تعالى في أول فقرة من الرسالة على قاعدة أن البداية من هدي الله تعالى، ومن هذا المنطلق تتقوم الحقوق الأخرى. ثم قال عليه السلام: ثم أوجبه عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك. الحق الثاني هو حق النفس التي ينطلق منها السلوك الإنساني نحو الخير أو الشر. لذا تحدث الإمام عليه السلام عن بوابات العبور إلى النفس الإنسانية، وهي الجوارح 7: البصر والسمع واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج. ثم قال:
فهذه الجوارح السبع التي تكون بها الأفعال وعددها أربعة: الصلاة والصوم والصدقة والحج. إذن حقوق الجوارح السبع هي العمل على استقامتها وضبطها بما يرضى الله تعالى عنه من السلوكيات. هذه الجوارح هي التي تؤدي أفعال العبادات التي تصقل الشخصية الإنسانية المستقيمة عند أدائها بحسب التفصيل الشرعي. ينطلق الإمام زين العابدين عليه السلام من حق النفس إلى ما يتفرع عنها فيقول: وتخرج الحقوق منك إلى غيرك، وهي الحقوق المترتبة على العلاقة مع الآخرين. وقد قسمها الإمام زين العابدين عليه السلام إلى أقسام بقوله: وأوجبها عليك حقوق أئمتك، ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك. فالأقسام الرئيسة ثلاثة. وقد انطلقت الرسالة من الحقوق كواجبات تجاه الآخرين، بخلاف المنظومات المادية التي تحرض على الحقوق كمكتسبات، وتحاول تحرير الإنسان من الواجبات بإطلاق العنان لحريته الشخصية، ليغرف من الملذات من دون حساب، وليحقق ما يعتقده مصلحة له وينسجم مع هواه من دون ضوابط كابحة. فرسالة الإمام زين العابدين عليه السلام إنجاز رباني يحاكي الفطرة الإنسانية بجميع متطلباتها، ويرسم لها معالم صلاحها وسعادتها.